ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ حاسب التليفون هيقع. النهاردة مقدمة فريق بينجو، هو فريق لوحده، وانتوا طبعا عارفين ان انا لونجر هاند. الفيديو ده حصري على القناة بتاعتنا، اطلب منه شوية اختبارات كده يعملها، يعني يا ريت تدعموه. هسيب لكم اللينك بتاع الديسكريبشن بس بفلوس. ويلا ندخل في الفيديو وهطلب منه شوية حاجات. يا عم ركز هنا. النهاردة يا جماعة رامي توتونجي طلب مني ان انا هنعمل تشالنج صغيرة، ولو انا فعلا معرفتش اعملها هو العقاب حاجة تافهة شوية. هو عبارة عن شطة توم وبصل، تمام؟ هو الشطة فعلا يعني جامدة جدا. ان هو طلب مني ان احنا هنعمل عقلة لمدة تقريبا من دقيقة ونص لدقيقتين، فلو انا قدرت اعملها مش هاكل الشطة دي وهو هياكلها، فخليكم معايا يا جماعة. التشالنج ان لو انا خسرت هاكل الكيسين دول، انما انا لو انا كسبت هو اللي هاكله، تمام؟ هي دي عبارة عن تشالنج. انا لو معرفتش اعملها لمدة دقيقة ونص ثلاث مرات، هي ثلاث محاولات، لو ما عرفتش اعملها لمدة دقيقتين على الاقل هخسر وهضطر اكل الشطة. فيلا بينا يا جماعة. التشالنج ان لو انا خسرت هاكل الكيسين دول، انما انا لو انا كسبت هو اللي هاكله، تمام؟ هي دي عبارة عن تشالنج. انا لو ما عرفتش اعملها لمدة دقيقة ونص ثلاث مرات، هي ثلاث محاولات، لو ما عرفتش اعملها لمدة دقيقتين على الاقل هخسر وهضطر اكل الشطة. فيلا بينا. يلا يا جماعة احنا هنبتدي التشالنج. هي التشالنج عبارة عن عقلة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، وما تنسوش تدوسوا على النوتيفيكيشن بيل عشان تعرفوا احنا هنعمل امتى الابلود. ويلا نبتدي. يلا جاهز؟ لا اطلع فوق شويه يا حبيبي. لا انت يا لو محاوله فشل يا جماعه جانو دي محاولتين كمان، لو عملهم هيخسر. ماليش فيه، هي العقله كده لازم اطلع فوق. اطلع يا جدعان. جانو بيتخنق يا جدعان. مش هقدر اعملها يا جماعه. انا شكلي كده فعلا هاكل الشطه وهتحرق جدا. طب لك اخر مره. ادعوا لي يا جماعة. يلا عاش. انا حاسس جانو بتشيني. لا مش قادر. طب جانو هياكل الشطة ولا نديله فرصة تانية؟ لا نديله فرصة تانية، انا عارف يعني صعبان عليكم شوية. طب خليها دقيقة. طيب لا هو هيعمل لنا الديسكات. انت ما عرفتش تعمل 30 ثانية حتى. هيعمل لنا بلانك، حاجة اسمها بلانك على الأرض هنا اهو لمدة خمس دقايق. لا لا دقيقتين ونص يا جدعان. بص البلاطة عاملة ازاي. لا دقيقتين ونص ابوس ايدك. بصوا يا جدعان البلاطة عاملة ازاي. لا يا توتا هسترجل. لا يلا هنشوفكم بقى في التحدي التاني، ولو خسر خلاص. يلا اكشن يا جماعة. احنا هنبتدي البلانك ودي اخر فرصة ليا. لو ما عرفتش اعملها في خمس دقايق ادعوا لي واعملوا لي لايك. يلا بينا. يلا جاهز؟ جاهز. انت اللي جاهز. يلا انا فتح الكاميرا على كوعك. ماشي يا اما تعد. ارفع كوعك شويه. عد طيب. يلا وانا معد. يلا واحد اثنين ثلاث. انزل على كوعك. ارفع ايدك فوق. ارفع ايدك فوق. اهو. لا ايدك فوق. انسى. لا يا تيتا استرجل. ايدك فوق. لا هو البلانك كده. لا هو كده. لا انا خلاص لو هتفضل كده يبقى 10 دقايق. لا يا هو حاجه فشلت. لا هاكل الشطه غصب عني. لا. طيب يا جماعه انا هضطر فعلا اكل الشطه. لا استنى محاوله كمان. لا 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 معلش معلش خلاص انا مش قادر دراعي وجعني. لا محاولة كمان. يعني عملت قبلها عقلة وعايزني دلوقتي اعمل بلانك. انسى. لا خلاص. ايه ما انت
لو انت بتاكلش شطه يا جدعان اهو لايف، انا مش هقطع حتت تمام عشان ايه ما تفتكروش انا بفبرك الفيديو ولا حاجه، اهو على الارض ومتبهدل. شطه يا جماعه، هيفتح كيس الاولاني. يا جدعان ما تنسوش تعملوا سبونسر كمان لو عايزين كشري، قلت لهم الرقم يا بينجو. الرقم 16405. اه 16 هنكتبه هنا. يلا بصوا يا جدعان اسمايلي فيس اللي جنبه. طيب يلا هو متحمس. انا اصلا مجرد ان انا فتحتها لساني اتحرق، بس ماشي. تعالى تعالى ابعد تعالى. هو فعلا جامد يعني. يلا يلا Oh, yeah.